بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم الناس الخير. أما بعد، حياكم الله جميعا أحبة الطلبة. اليوم الأصل أنه رسميا نبدأ في الموضوع قبل الأخير في منهاج الفصل الأول، موضوع المجال الناشئ عن الملف اللولبي. بعدين يبقى الموضوع الأخير اللي هو القوة المغناطيسية المتبادلة بين سلكين أو بين موصلين. زي ما أنتم شايفين هون نأخذ أسئلة إضافية وإثرائية، بالأخير منروح على آخر موضوع في منهاج الفصل الأول، بين موصلين أو سلكين متوازيين. هذا أيضا موضوع لطيف خفيف بسيط. الآن خلونا إحنا بهذا الموضوع. طبعا إحنا الحصة الماضية تركنا سؤال وقلت بدي أخصص لي كمان كم سؤال إضافي، أفكار إضافية عن الملف الدائري أضيفهم هون بإذن الله. لسه بدي أضيف لي كمان سؤالين ثلاث أسئلة عشان نعمل أكشن ونغير جو. طبعا المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف اللولبي، احنا خضنا الناشئ عن حلقة او ملف دائري، خضنا الناشئ عن سلك مستقيم لا نهاية الطول. هسه السلك اعوج، هاي الامور قانون بيوسفار مناش دخل فيه، لسه بدري، مش يعني قصدي مش في منهاج التوجيه حاليا نهائيا. الملف اللولبي بالبداية يعني مر عليكم سابقا، شو هذا الملف اللولبي؟ بتكون مجموعة اسلاك، له تعريف عام مذكور في الكتاب علني، فاحنا بدنا نمشي عن تعريف الكتاب. يعني انت بتقدر بس زي ما بقول حب من اول نظرة ومعرفة من اول نظرة. هو سلك موصول ملفوف في حلقات دائرية متراصة معزولة عن بعضها بعضا ويأخذ شكلا اسطوانيا. يعني بتجيب مثلا حلقة دائرية جنبها كمان حلقة دائرية جنبها حلقة دائرية حلقة دائرية حلقة دائرية، بيطلع بهذا الشكل انه مجموعة حلقات دائرية متراصة جنب بعض، بمر منهم نفس التيار حتى تكون بالصورة. الآن يعني يسري فيه تيار، هاي مجموعة الحلقات يسري فيها تيار، فهون بتولد مجال مغناطيسي. الآن لما كنا نتعامل مع الحلقة الدائرية كنا عارفين ثلاث أنواع، لما تيجي مسطحة ولما تيجي بهذا الشكل لما تيجي بهذا الشكل، فكنا نقول المجال المغناطيسي بيجي عمودي 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 على مستوى الحلقة دائما. الآن يعني المجال عمودي على مستوى الحلقة دائما بكون، هاي الفكرة. المجال المغناطيسي الناشئ في الملف اللولبي في مجال ناشئ داخله ومجال ناشئ خارجه، ويتضح ذلك من خلال الرسم البسيط. زي ما انتم شايفين في مجال داخل الملف اللولبي ومجال خارجه، زي ما انتم شايفين كيف الخطوط انه بتطلع زي هيك وبترجع، بتطلع زي هيك وبترجع. ممكن تشوفوا نظرة عامة بهذا الشكل، هي مغناطيس تشبه فكرة ونفس سياسة المغناطيس. بدنا نحكي هسه عن النقطة اللي داخله وبعدين نحكي عن خارجه. المجال المغناطيسي الناشئ داخله هو ناتج الجمع الاتجاهي للمجالات المغناطيسية الناشئة عن التيار الكهربائي المار في الحلقات الدائرية. طب شوي أفهمكم شو الفكرة، مش عندك مجموعة حلقات داخل الملف اللولبي، كل حلقة ينشأ لها مجال مغناطيسي يؤثر فيها. ممتاز، احنا فهمنا الفكرة هاي، كل حلقة لها مجال مغناطيسي. اجمع محصلة المجالات المغناطيسية لجميع الحلقات اللي بتكون منها الملف اللولبي، بتطلع المجال المغناطيسي الناشئ داخل الملف اللولبي بهذا الشكل. مش في عندك تيار ماشي، طب هاي مجال هاي مجال هاي مجال هاي مجال هاي مجال هاي قصدي مجال عن هاي الحلقة، هسا لوين بيكون؟ بالتأكيد راح يكون هسا مش الحلقة بهذا الشكل يا أستاذي، فهو راح يكون عمودي على الحلقة، يعني إما بهذا الشكل أو بهذا الشكل، صح ولا لا؟ فإحنا اتضحنا الفكرة إنه طلع كيف جاي، هي باللون الأخضر نوضح لك إياه، هو مساعدك بالنقطة هاي وقال لك تفضل، كأنه علق يا حلوين يلا معلش. شكله الشاشة زعلانة وقالت لك لا يا أستاذي بدنا نعلق وأبصر شو. أنا أتوقع عرفت شو المشكلة. نعم المشكلة اللي بتخلي أي برنامج بالدنيا يعلق إنك تكون فاتح المتصفح، فهسا بدنا نضبط الأمور ونضبط الشباب ونسكر الواي فاي، إنه هاي أهم نقطة، لأنه فعليا لما تكون فاتح الواي فاي الله يعطيك العافية بضل يجي إشعارات ويعلق وألف قصة صراحة. يلا يا جميل يلا سكر، هاي عشان تدرس يا أستاذي. بتقول لي يا أستاذ أنا بواجه مشكلة مش عارف أدرس، والله يا أستاذي سكر النت بتقدر تدرس، وهي أبسط مثال كان مطروح هون. خلاص باي باي خلاص ممتاز. أيوة رجعنا للبداية، مش مشكلة بسيطة معلش، الكل بيبلش من الزيرو. طيب يا سيدي ها هاي ملفنا الشغالين عليه، هاي حبيبنا وصاحبنا، هذا كل شغلنا اليوم عليه، فاحنا فهمنا. يلا مان يا برو مان يا برو، احنا فهمنا النقطة الأساسية انه كل حلقة موجودة داخل الملف اللولبي ينشأ عنها مجال، محصلات هذه المجالات بتعطينا المجال داخل الملف اللولبي. طيب شبهنا المجال المغناطيسي الناشئ في الملف اللولبي
بالمجال المغناطيسي للمغناطيس المستقيم بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. هون مجال المغناطيس المستقيم، هون ملف لولبي مجموعة حلقات. لاحظ انه المجال داخل الملف اللولبي يكون اقرب الى المنتظم. بعدين ترى كيف بتلاقينا لما يجي يطلع يا استاذي بتشتت خلاص بهذا الشكل. ممتاز. لاحظ انه ايضا المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي له قطبين. شوف، مش انت في عندك تيار يسري في ملف لولبي، سريان التيار في الملف اللولبي ينشأ عنه مجال مغناطيسي. كيف يمكن تحديده؟ بكل بساطة، قبضة اليد بتمس، يعني اسمع زي كأنك ماسك دراجة بتعمل عن بتعنعن. فانت بتيجي هون عنعن يا أستاذي مع اتجاه التيار، بتلاحظ انه اصبعك بيعطيك اتجاه المجال المغناطيسي، فبتكون هاي نورث خلص هاي ساوث، نفس الفكرة. طب يعني أستاذي يعني طب ليش مش هاي ساوث وهاي نورث؟ لا افهمكم شو الفكرة، تعالوا معي روح على اي مجال مغناطيسي فاضي بالدنيا. تعال خلينا نروح هون على هذا المجال المغناطيسي. مش انا شايف التيار طالع زي هيك؟ صح، هي مش هيك التيار طالع؟ نعم. اطلع مع التيار، اعمل عنعنة زي كأنك ماسك الدراجة بدك تشد تدعس بنزين. لوين اصبعك مفتوح؟ لليسار. معناته المجال زي هيك، تمام ماشي خلص. هي راس المجال النورث وهذا الساوث. شو المقصد؟ المجال بيطلع من النورث بروح للساوث خارج الملف اللولبي، داخل الملف اللولبي من الساوث للنورث من الجنوب للشمال. نفس سياسة، نفس عمل، نفس آلية مين؟ المغناطيس المستقيم. زي ما انتم شايفين المجال داخل المغناطيس المستقيم من الساوث للنورث، خارج بيطلع من النورث للساوث، صح ولا لا؟ تمام. الآن تعالوا نتفق على باقي النقاط. يعني الملف اللولبي مجموعة حلقات دائرية، كل حلقة ينشأ عنها مجال بسبب مرور تيار. الحلقات متراصة جنب بعض، محصلة المجالات بتعطيك المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف اللولبي داخل الملف اللولبي. عرف داخل الملف اللولبي خلاص كمل خارج الملف اللولبي بشكل طبيعي، زي كأنك بتتعامل مع مغناطيس مستقيم عادي. الآن شو بحكي لك هون؟ يشبه المجال المغناطيسي، أوكي بيشبه فكرة المغناطيس المستقيم، بس هون في آلية معينة. شو هي؟ إلا أنه يمتاز بإمكانية التحكم في مقداره واتجاهه عن طريق التحكم في التيار. الآن المجال المغناطيسي الناشئ عن مغناطيس مستقيم مستحيل تتحكم في مقداره، ما إلك علاقة فيه، هيو زي هيك. لكن المجال المغناطيسي الناشئ عن ملف لولبي أنا قادر بكل بساطة أني أتحكم بمقدار المجال واتجاه المجال حسب شو؟ حسب التيار. يعني إذا بدي أمشي التيار زي هيك، تمام، بقدر لا بقدر امشي من هذا الطرف، هي عكست اتجاه المجال. بقدر ازيد التيار، زدت التيار هي زدت المجال. طب على اي اساس زاد التيار مع زياده المجال؟ يعني على اي اساس اذا زدت التيار زاد المجال؟ نفس الاليه، في اليه خاصه. مش احنا كنا نتعامل لما يكون ناشئ عن ملف دائري كان قانون المجال عباره عن ميو نوت اي ان على 2 ار، ولما كان ناشئ عن سلك دائري كان عباره عن ميو نوت اي على 2 باي ار. نعم. الآن أيضا هنالك قانون خاص بالملف اللولبي، خاص بحساب المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف اللولبي. ما هو هذا القانون؟ هيو بكل بساطة تفضلوا. لحساب مقدار المجال المغناطيسي، لاحظ على امتداد المحور داخل الملف وبعيدا عن طرفين، لأنه على الطرفين شو بكون يا حلوين؟ غير منتظم. هيو يتضح ذلك بهذا الشكل. تعال وين راح؟ شوفوا كيف على الأطراف راح يكون وين؟ هيو كيف هون؟ هون مستقيم 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 داخل وداخل، لكن على الأطراف ببلش يصير غير مستقيم، يعني غير منتظم، تصبح المسافات غير متساوية فيصبح غير منتظم. يعني أنا فقط مهمتي أحسبه لما يكون داخل الملف اللولبي فقط. أي نقطة داخل الملف اللولبي لها نفس جميع النقاط الثانية، نفس مجال جميع النقاط الثانية. يعني ملخص الحكاية، المجال هو يعني شوف أفهمكم كيف. تعالوا بدنا نجيب سؤال عشان نريح بالنا، نقول خلي بس تيجي الأسئلة هسا بنشوف النقاط أفهمكم شو قصدي. بنلاحظ ما يأتي، المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي يمكن حسابه بواسطة هذا القانون. شو بيحكي لك القانون؟ نفس ملف الدائري ميو نوت، شوف نفس قانون ملف الدائري، لا راح ولا إجا. مش الملف الدائري كان بي تساوي البسط ميو نوت اي ان، هسا الملف الدائري كان 2 ار، لا هسا الملف اللولبي شو بيحكي لك؟ ال طول الملف اللولبي، مش هو ال طول، هيو طول الملف اللولبي يا استاذي له طول معين، خلص هذا هو طول الملف اللولبي. بالعاده شو بنسوي يا حلوين؟ بالعاده احنا ممكن نشيل الان على ال. طب شو هي الان على ال؟ الان عدد لفات
الملف اللولبي. ال L طول الملف اللولبي. في قانون شو بيحكي لك؟ N تساوي N على L. الطالب ينصدم بقول لك أحا شو هاي ال N الجديدة؟ هاي اسمها عدد اللفات في وحدة الطول. فبيطلع لك تشيل N وتشيل L شو تحطها يا أستاذي؟ ميو نوت ضرب I ضرب N سمول زي ما انت شايفين. وقتها خلص انت عارف N سمول شو تساوي؟ تساوي N على L. شكرا إلك. بس هاي شغلتك. يعني يعني هون لفة لكل متر وحدتها تطلع وحدة ال N لفة. وحدة ال L متر يعني لفة لكل متر بس. يا ممكن يعطيك إياها هيك على البرد المستريح كل شيء موجود. يا يعطيك إياها هيك يقول لك مثلا تعال إذا علمت بأن عدد هي طلع شو بقول لك هون عدد اللفات في وحدة الطول يساوي مثلا 50 لفة لكل متر. فهيك أنت عرفت إن سمول مش إن كابيتال. انتبه. الآن خلي هاي المعلومة في بالك وتعال ندردش هون حول هذا الموضوع. طلع شو بحكي لك الموضوع. لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي نستخدم قاعدة اليد اليمنى، مش الخاتم اليمنى، لا القدم اليد اليمنى. الأصابع كالعادة تشير للتيار، كيف تيارك بيمشي؟ وأصبع الإبهام يشير للمجال المغناطيسي. يا حلوين، نفس السياسة. تعال، أنت مش في عندك هون ملف لولبي وعارف إنه التيار طالع زي هيك، هيو طالع. طب اطلع معها هاي المجال المغناطيسي نحو اليسار. طب كان بهذا الشكل يا أستاذي، عادي جدا، كان المجال طالع بهذا الشكل، عادي اطلع معه، شو مش المجال سوري، التيار، اطلع معه بتلاقي إنه المجال لفوق. طب يعني استب، أنا عندي سؤال فضولي، أنا ليش ما أطلع معه زي هيك؟ ما أنت تطلع هاي جاية من وين؟ من تحت، أو بتقدر تجيها من فوق زي هيك، شوف السلك من وين؟ من تحت، انسى السلك من تحت، دائما ريح بالك عشان ما تتخربط في هاي الأمور وما تلخم، دائما خذ السلك اللي بيكون فوق. مش اللي فوق يعني قصدي فوق يعني بيكون فوق الملف اللولبي. يعني هسا هذا السلك جاي من تحت الملف اللولبي من ورا صح؟ هي اختفى هون زي ما انتم شايفين. تعالوا شوفوا معي، شوفوا كيف ضلوا ماشي اختفى، انه راح من ملف من ورا ملف اللولبي. لا انا بريح راسي وين بروح؟ بروح على السلك اللي بيكون فوق الملف اللولبي. خلص هي اتجاه التيار صح؟ طيب امشي معاه. خلص شفت كيف؟ هيك مش انت ماشي معاه بدك تعمل عنعن. طيب ممتاز. لوين المجال المغناطيسي؟ لفوق بس. كثر الله خيرك والله يعطيك العافية. هاي الفكرة اللي بحكي عنها بس. يلا يا حلوين يلا. تمام ممتاز. يعني هسه أنا عرفت كيف أحدد اتجاه المجال المغناطيسي. ممكن أجي بهذا الشكل. لاحظ إنه هذا السلك جاي من ورا. لا بديش هذا السلك. هيو هذا جاي فوق شايفينه؟ طب اطلع معاه هيو نحو اليسار. المجال المغناطيسي بهذا الشكل يا أستاذي. الآن شو قايل لك؟ ملاحظة بسيطة. الطرف الذي تخرج منه خطوط المجال المغناطيسي نعتبره احنا طرف شو؟ شمالي. نور فيو. مش انت عملت ايدك والمجال طلع نحو اليسار هيك. الطرف اللي خارج منه خطوط المجال هون يعني هذا نورث، هذا ساوث. بس هاي الفكرة لا فرقت ولا راحت ولا بطيخة ولا فقوصة. بس نفس فكرة المجال المغناطيسي الناشئ عن مغناطيس مستقيم. هاي نورث، هاي ساوث. داخل المغناطيس بتحسه أقرب إلى المنتظم، عند الأطراف ببطل بصير غير منتظم، وأهم شيء ما يطلقوا خطوط المجال ويكونوا مغلقات يا أستاذي. ممتاز. بدنا نشوف ملاحظات بسيطة عن الموضوع بعدين عشان نبلش إيش؟ نبلش في المسائل اللي نتعامل معها إحنا يا أستاذي. نشوف المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي بعيدا عن طرفيه، يعني هون بهاي المنطقة شايف داخله بعيدا عن الأطراف. ممتاز. مجالا مغناطيسيا منتظما زي ما أنا حكيت قبل شوي. حكيت لك إنه المجال في خارج الملف عند الأطراف وخارجه، وفي داخل الملف. المنطقة داخل الملف بيكون المجال المغناطيسي منتظم. شبهناه بهذا الشكل لأنه شايفين كيف الخطوط يا أستاذي؟ هيها الخطوط طلع كيف الخضرة رايحة مستقيمة، المسافات بينها متساوية. لما يقرب من الأطراف بتصير تتباعد، بتبطل مسافات متساوية. نكمل. تكون خطوط المجال المغناطيسي داخله متوازية وبنفس الاتجاه والمسافات بينها متساوية، فهو مجال مغناطيسي منتظم. يعتمد مقدار المجال المغناطيسي المتولد داخل الملف اللولبي، طبعا هون المقصود فيه الملف اللولبي. أنا ما بدي أشوف عشو بتعتمد، بدي أريح راسي. أنا عارف القانون B تساوي ميو نوت I N على L صح؟ فهو يعتمد على إيش؟ على التيار المار، عدد لفات الملف اللولبي، طول الملف اللولبي. وأيضا في ملاحظة بسيطة ما حكناش عنها، نفادية الوسط المغناطيسي اللي هي ميو نوت. لاحظ إنه الملف اللولبي هون شوفي جواته هواء.
اذا ميونو تساوي 4 بايد 10 سالب 7. ممكن احط لك داخل الملف اللولبي شيء غير الهواء، احط لك زي ما انتم شايفين هنا قضيب من الحديد، قلب حديدي. شفتوا هاي المنطقه اللي جوا الملف اللولبي اللي جوا؟ هسه هون فاضيه ما في شيء جوا، هون في جوا حديد صح، فسمينا قلب حديدي. هون لا، هون قلب هواء بس، وانت بدون قلب. وصلت؟ طيب ممتاز، انا فهمت النقطه هاي، عرفت يعني انه بيعتمد على عده عوامل بناء على القانون انا بعرفها. مثلا يعتمد مقدار المجال المغناطيسي المتولد داخل ملف على التيار، نعم موجود بالقانون. عدد لفاته، نعم موجود بالقانون. ان ال اللي هي طول الملف اللولبي، وعلى نوع ماده قلب الملف، كانت هواء حطينا ميونت 4 بايد 10 سالب 7، وهي اصغر شيء، اصغر نفاذيه وسط مغناطيسيه من هي الهواء. حط حديد بتلاقيها اكبر، حط ايش ما بدك حط بتلاقيه اكبر. اذا ادخلنا قلبا من الحديد خلاص انا بعرف انه ميول الحديد اكبر من ميو نوت داخل ملف اللولبي، شو بصير؟ طب ما انت عارف القانون، دي تساوي ميو نوت اي ان على ال، كبر ميو نوت تكبر المجال المغناطيسي. علاقه المجال المغناطيسي مع الميو نوت طرديه، مع التيار طرديه، مع عدد اللفات طرديه، لكن مع الطول الملف اللولبي عكسيه. شوف شو الملاحظه اللي حكى لك عندها بعديها، كلما زادت راس حلقات الملف اللولبي زاد انتظام مجاله، كل ما كانوا مترصات وقراب من بعض بهذا الشكل. شوفوا كيف لقدام، راح نشوف ملفات لولبية بتكون مش متراصة، شايفين كيف هون مش متراصة. يا عين عليكم. تتذكروا ملاحظة البسيطة اللي حكيت عنها بموضوع تحديد اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن ملف اللولبي؟ نعم، قلت لكم يا أستاذي دائما لا تأخذوا السلك تحت الملف اللولبي، خذوا اللي فوق الملف اللولبي اللي بيكون طالع عن الملف اللولبي، شايفينه هيو، فهذا اللي بيحدد الاتجاه المجال مش هذا. دير بالكم لا تتخربطوا يا أستاذي، لانه هيك اعمل هي فوق هذا الطالع، اعمل هيك بتلاقيه لليسار. لو انت اجيت زي الحلك تعمل تستخدم اليد اليمنى تقول لي هي نازل هيك نحو اليمين، لا لا غلط، هذا ورا الملف اللولبي، ما بدي وراه، بدي اللي قدامه اللي بالوجه، الوجه البوكسه. الان عرفنا شو المقصود بفكره مترصه، كل ما كانت مترصه اكثر كل ما زاد انتظام المجال طبعا داخله. لهيك انا بستخدم اسلاك رفيعه عشان احصل على مجال مغناطيسي منتظم تماما داخل الملف. كل ما كانت الاسلاك رفيعه ومترصه اكثر كل ما كان المجال هون منتظم اكثر، شايفين كيف؟ هي منتظم، هي منتظم، هي منتظم، هي منتظم، هي منتظم تقريبا. وصلت؟ بينما تعال على هذا الملف، هذا يعني اسلاك في بيناتهم مسافات مش مترصه 100%، بتلاقي مثلا منتظم هون بعدين بطل منتظم هيك، شايف كيف؟ بعدين بطل منتظم هيك. هي طبعا ما راح يتقاطعوا اكيد، زي ما انتم شايفين هون في مسافات بيناتهم، في مسافات بيناتهم. أم لما يكون متراص زي هذا البني آدم بيكون المجال تقريبا منتظم داخله بشكل كامل، بس زي هيك تراص الحلقات جنب بعض ما في بيناتهم مسافات معينة. الآن ما صفات الملف اللولبي التي تجعل، هذا سؤال كتاب، هسا في صفات للملف اللولبي التي تجعل المجال المغناطيسي داخله منتظم تماما أو يعني أكثر ما يكون منتظم. أستاذي هي أنا حكيت على هاي الفكرة، إذا زاد تراص حلقات الملف الدائري كل ما زاد تراصه مكانه أقرب لبعض يكون المجال المغناطيسي المنتظم داخله. كيف فسرها في الكتاب أو إجابة المركز الوطني؟ طلع كيف؟ عندما تكون حلقات الملف اللولبي، الملفات الدائرية اللي جواتها، الحلقات الدائرية اللي جوا الملف اللولبي متراصة وطوله أكبر بكثير من قطره، ممتاز، فإن المجال المغناطيسي داخله وبعيدا عن طرفيه يكون منتظم. انت بتعرف الملف هيو مجموعة حلقات دائرية صح؟ اعتبر كونت لك ملف لولبي بهذا الشكل. الآن قطر الملف اللولبي هيو، طب طوله هيو من هون لهون، كل ما كان طوله أكبر بكثير من نصف قطره في نفس الوقت، كل ما كانت الحلقات متراصة أكثر كان المجال المغناطيسي داخله منتظم. وهي ممكن تجيك أسئلة مفاهيمية في الامتحان، بقول لك إحدى العبارات الآتية لا يعتبر صحيحا بما يخص المجال المغناطيسي الناشئ عن ملف لولبي. بحط لك أول عبارة أنه يعتمد على مقدار التيار، نعم هو يعتمد، هي صحيحة. بحط لك ثاني عبارة، كلما زاد تراص حلقات الملف اللولبي قل المجال المغناطيسي المنتظم داخله، لا هي غلط، زاد الأصل. نشوف المشاكل الحلوة، ملف لولبي طوله نصف متر يحتوي على 500 لفه، يعني هي ان لفه، هي مش عدد اللفات في وحده الطول اللي هي لفه لكل متر، لا قديش طوله؟ نص متر. احسب مقدار المجال المغناطيسي داخله، طب ما هو داخله عند اي نقطه، وعشان تكونوا بالصوره راح نحكي عليها هون. المجال المغناطيسي هون نفس 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 هون، كله متساوي، يعني مجال A نفس مجال B نفس مجال اي نقطه.
إلا اللي بيكون واقع على الحلقة الدائرية نفسها، يعني على السلك نفسه، زي سي. هذا شو بيكون مجاله؟ هذا بيكون مجاله صفر يا أستاذي. لما يكون واقع على الحلقة نفسها يعتبر مجاله صفر. طب هو السؤال القوي، طب ليش؟ هاي اللي قدام ممكن نتعامل معها، بس ممكن أنت تفسرها تيجي تقول لي أستاذي بتتعامل مع حلقة دائرية أنت. طيب، فلما تكون إحنا كنا نتعامل لما يكون في مركزها أو في منطقة غير المركز، لما يكون الحلقة لا مجالها صفر. راح ناخذ هذا السؤال، هي جايين عليه عمهلكم الان. قديش التيار؟ 11 امبير. طب انا كل المعطيات معي، طالبني بس المجال المغناطيسي داخله، خلاص فيش غير قانون واحد، المجال المغناطيسي داخله عباره عن ميو نوت اي ان على ال. كونه بتتعامل مع فكره ملف لولبي، ما ذكر لك شو في جواته، بتفترض انه جواته هواء. خلاص 4 باي ضرب 10 والسالب 7 ضرب التيار 11 ضرب عدد اللفات 500 الطول نصف متر. هسه ممكن اني انا اشغل حملة اختصارات عالمية. كيف يعني حملة اختصارات عالمية؟ ممكن تيجي تحكي لي يا استاذ معاذ عشان تكون فاهم الفكرة. هون 4 ضرب 22 على 7 صح؟ اللي هي الباي. نعم. طيب زغر مرة زغر مرة كبر مرتين، صح ولا لا؟ فصارت 10 أس سالب 7 زائد 2 يعني 10 أس سالب 5 ضرب 5. نعم، على نصف متر اللي هي 5 ضرب 10 أس سالب 1. هسه ببلش حملة الاختصارات العالمية حقتي. أنا بدي أختصر الخمسة مع الخمسة. طبعا أنا عشان ما أكون ناسي ال 11، شايفينها؟ هيها، ما هي ضرب 10 أس سالب 5 ضرب 11 ضرب 5، يعني هي ضرب 11. ال 11 طبعا موجودة فوق، لا ال 11 موجودة فوق، معناته ما راح استفيد من هذا الاختصار. ممكن شو اسوي؟ كالاتي، بشغل مستر على حاسب من صنار صاروخ. تعالوا يا حلوين نيجي نحكي 4 ضرب 22 ضرب 11 968 تقسيم 7 138.2 تقريبا. هيها 138.2 ضرب 10. الآن فوق سالب 5 تحت سالب 1، ارفعها لفوق شو بصير؟ هون سالب 4. حبيت تحل بهذا السيناريو بزبط معك، حبيت انت ما تحلش بهذا السيناريو، يعني تشوف سيناريو آخر شو هو، تخلي الباي زي ما هي موجودة ما تحولها، يعني تيجي تحكي لي تعال مش هسع هاي صارت 10 سالب 5 خلص الخمسة وهاي 5 ضرب 10 السالب 1 راح مع الخمسة، فصفت 4 باي ضرب 11 خلص 44 باي ضرب 10 سالب 7 زائد 2 سالب 5، ارفع سالب 1 لفوق بصير موجب 1 سالب 4 تسلا. عادي جدا. هسا بس بالصفي فكرة انك بدك تحدد وين اتجاه ملف اللولبي. انا بتعامل مع ملف اللولبي، ما اعطاني رسمته ولا وضح لي اي شيء، خلاص يعطيك العافية. هو شو طالب منك؟ مقدار، مش طالب منك اتجاه بس، كثر الله خيرك. لو بده اتجاه كان وضح لك الرسمة او اعطاك الرسمة واتجاه التيار بس. الان ملف لولبي يتكون من عدد لفات بمعدل، شوف كيف 1400 كأنه لفة في كل متر، يعني 1400 في كل متر من طوله، يعني N على L شو تساوي؟ 1400. كيف عرفت من كلمة معدل؟ معناته في بسط مقام، معناته 1400 لفة في كل متر. هيها هذا المعنى، 1400 لفة في كل متر أو 1400 في كل متر، يعني زي كنا بقول لك تلا 1400 لفة لكل متر. ممتاز، هي معطيني مين؟ هاي نون سمول، عرفتوها؟ إذا نشأ داخله مجال مغناطيسي منتظم، هذا مقداره، هاي مقدار المجال المغناطيسي داخله، فما مقدار التيار الكهربائي المار فيه؟ طب شوي، احنا عارفين القانون فورا، B تساوي ميو نوت I N. لا لا اسمع، فيش داعي تحط N على L، خلص حط N سمول وريحني وريح الشعب العربي كامل. بتصير ان سمول تساوي شو؟ ليش ان سمول؟ بتصير اي، انا بدي اي، بدي اطلع التيار صح؟ انا مين بدي اطلع؟ مستر تيار. خلاص التيار يساوي المجال على ميو نوت ضرب ان. طيب كم المجال؟ هيو 1.4 ضرب 10 السالب 2. كم ميو نوت؟ السالب ايضا ثابت 4 باي ضرب 10 السالب 7. كم ال N؟ 1400، هي 1400. هسا بدنا نبلش حملة اختصارات عالمية كالآتي، شو بدي أسوي؟ بما معناه إنه أنا هون بدي أزغر مرة، أزغر مرتين، صارت 14، إذا نكبر هون مرتين، صح؟
طب هاي كبر مرة إذا نصغر مرة، ترى شو صار؟ 14 ضرب 10 أس سالب 3، ممتاز. 4 باي ضرب 10 أس سالب 5 ضرب 14، راحت ال 14 مع ال 14، صفت فوق 10 أس سالب 3 تحت 10 أس سالب 5 و 4 باي. تقدر تعملها كالآتي: 1 على 4 باي وتطلع العشرات لبرا لحال. سالب 3 سالب 5 ارفعها لفوق، يعني اشطبها من هون وزيدها، صح؟ سالب 5 تحت ارفعها لفوق بتصير موجب 5. سالب 3 زائد 5 عبارة عن 10 أس موجب 2، بما معناه كأنك بتحكي 1 ضرب 100 على 4 باي، يعني 100 على 4 باي، بما معناه ايش؟ 25 على باي أمبير. حابة تبسطها أكثر تقدر تعملها 25 على 3.14. فنشوف الآلة الحاسبة: 25 تقسيم 3.14 طلعت 7.96، يعني هيها 7.96 أمبير. الآن نبلش بسؤالنا الأخير لحصتنا اليوم، الحصة الخفيفة اللطيفة. احسب عدد اللفات في ملف لولبي طوله 3 باي سنتيمتر، هي الطول. طبعا 3 باي ما بخليه بهذا الشكل، بعمله 3 باي ضرب 10 والسالب 2 متر. يولد مجالا مغناطيسيا مقداره، هي المجال المغناطيسي على البارد المستريح، عند مرور تيار. يعني هو شو المجهول الوحيد؟ عدد اللفات N. بيخطر في بالك مش هون مجال مغناطيسي ملف لولبي وامورنا تمام؟ طيب B تساوي ميو نوت I N على L. الآن أنا بعرف المعطيات كالآتي: البي قديش؟ 2 ضرب 10 سالب 3، ممتاز. الميو نوت من الشطارة ثابت، 4 باي ضرب 10 والسالب 7. التيار 1.5. عدد اللفات هاي المجهولة اصلا، صح؟ ممتاز. لازم تطلع عدد صحيح عدد اللفات، ما بزبطش لفة ونص ربع لفة، لا لا، لازم عدد صحيح. الطول عبارة عن 3 باي ضرب 10 والسالب 2. لاحظ معي المعطيات، انا راح استغل انه اروح الباي مع الباي، ممتاز، باي باي. راح استغل انه هاي شو اعملها؟ 15، يعني كبرتها، صح؟ يعني بزغر هون، مش كبرتها كانت 1.5، كبرتها 15، زغر هون. لاحظ معي وقتها على 3 فيها 5، على 3 فيها 1، اذا اصبحت المعطيات 4 ضرب 5 على 1 عباره عن ايش؟ ركز معي مزبوط، مش هون عندي 2 ضرب 10 والسالب 3 تساوي 4 ضرب 5 20 على 1، خلص هي 20 ضرب 10. سالب 7 ناقص 1 فيها سالب 8، طب في تحت سالب 2، اشطبها ارفعها لهون، هي موجب 2. سالب 8 زائد 2 سالب 6، وفي جنبيهم ان، هذا الحكي كله شو ماله؟ ضرب ان. في مشكلة؟ لا والله يا أستاذ معاذ. الآن طلع شو بدنا نسوي؟ بدي أروح أقول لك يعني بكل بساطة، على أقول لك شغلة اعملها أنت: 2 زغر كبر، صح؟ فصارت شو هاي؟ صارت 10 أس سالب 5، خلص 10 أس سالب 5. دقيقة، بلشت التليفونات يا كبير، بلشت التليفونات يا كبير. 10 أس سالب 5، طيب على 2 ضرب 10 أس سالب 5 باي، على 2 ضرب 10 أس سالب 5، فبتطلع إن تساوي 2 على 2 فيها 1، خلاص. ضرب 10 أس سالب 3 ناقص ناقص 5، يعني زي كأنك حكيت زائد 5، صارت 10 أس 2، وهي عبارة عن 100 لفة. الموضوع بس لعبة رياضيات، لعبة معطيات وترتيب مسائل وبس، لا أكثر ولا أقل. الله يعطيكم الصحة والعافية ويسر أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.